واشتري العربية اللي نفسي فيها وانطلق بقى. مجدي شلبي يا واد العب يا واد شلبي انت باص باص الله يخرب بيتك يا عيش شوت شوت جول 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 وجول 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 الحمد لله. مين اللي جاب الجول؟ حسن شحاته يا معلم. خلي الشبكه لا تتكلم. تتكلم انت. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا ايه اللي جابني؟ المندوب الشركه الاجنبيه جه حسب الميعاد المتفق عليه. مندوب ايه؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع الجبنه البيضه والبيض الابيض اللي هصدره للبرتغال. برتغال؟ وما لقيتوش غير البرتغال؟ ما كنا صدرناها لروسيا البيضه احسن. وبعدين انت مش شايفني مشغول؟ قول قول. شوف يا ابو الكباتن، مندوب الشركه مسافر بكره ولازم يمضي العقد دلوقتي، لان لو ما مضاهوش في خساره علينا، ممكن اي شركه تخطفه مننا. باين بقى اذا كان على الماتش، الماتش قديم متسجل من 20 سنه، يعني ممكن حضرتك تتفرج عليه في اي وقت. خليه يدخل. يا سلام، هو ده الكلام. تفضل يا خواجه، تفضل يا مستر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، نورت مصر يا فتاح يا عليم. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللون اللي يكئب ده على الصبح وانت زفت؟ انت ما كنتش قادر تغير بدله الاعدام اللي جاي لي بيها دي؟ الراجل نزل من الطياره على هنا على طول، وعند من البرتغال لا يعرف حاجه عن الاهلي ولا عن الزمالك. هو اسمه ايه؟ مانويل. مانويل ايه؟ جوزيه. يا نهارك احمر ومش فايت يا حسان. مانويل وجوزيه وعندي بمكتبي. انا خلاص اتشائمت من الصفقه دي، بلاها الصفقه دي غوره من وشي والله العظيم. لولا ان الدم لونه احمر كنت بطحتك يا حسان. غوره. جبت لي الكلام يا جوزيه. اتفضل يا اخويا اتفضل. خونه بالعرض. برافو، بيطلعها حسان. نرجع الجون عشان نفرح شويه بقى. ايوه العب العب يخرب بيت. طبعا حاج، وانا من امتى بيفوتي تمرين الاهلي؟ مال. اسمع، انا عايزك تجمع جمهور في مدرج الدرجه الثالثه عشان ألقي عليه المحاضرة الأسبوعية اللي هيكون عنوانها الاحتراف والروح التعصبية بين الأصالة والمعاصرة. طيب، الأهلي حديد. لا مؤاخذة يا جماعة. في الحقيقة يا أبو الكباتن، إحنا طلبنا نجتمع مع سعادتك النهاردة عشان نناقش بند مهم ومصيري. عايزين نضيفه للميزانية. بند إيه ده؟ هو بند خاص بالمصروفات، بخصوص صرف مكافآت فوز لينا وللعاملين عن كل مباراة يفوز فيها الأهلي، زي ما بيحصل مع اللعيبة بالظبط. طب وانتوا مالكم مال اللعيبة؟ ازاي يا ابو الكبات؟ ده احنا ما بيفوتناش ماتش. ده غير دعواتنا ليهم ليل نهار عشان يكسبوا، وطبعا حضرتك عارف ان احنا في عصر احتراف، يعني ولائنا للي يدفع، فطول ما حضرتك بتدفع هيفضل ولائنا ليك وللأهلي. وبعدين يا ابو الكباتن، سعادتك مش اقل من شحاتة الساكت بتاع الزمالك. هو الجدع ده بيدفع مكافآت فوز لعمال المصنع بتاعه؟ يا ريت فوز وبس، وهزيمة وحياتك. هزيمة؟ بيسموها مكافأة إجادة، يعني هزيمة بشرف. هتدفع ولا؟ موافق، هدفع. نعتمد البند ده. على خيرة الله. الأهلي حديد. 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 طب. أيها السادة، طعم مصر للطيران مع الوصول برحلتها رقم 772 القادمة من جنيف. كابتن حاضر. الحمد لله على السلامة كابتن. نورت مصر. بحبك حاضر. أهلاوي أهلاوي. حاضر. بحبك حاضر. عايزين نعرف ايه سر زيارتك المفاجاه لمصر دي. بلد يا سماح وزاره وقت ما احب. كابتن حضري، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن؟ لا، انا بقول لجماهير مصر كلها، انا في الاول والاخير لاعب في منتخب مصر، وبطلب من جماهير مصر كلها ان هي تنسى مشاكل الانديه وتقف ورا منتخب مصر. كابتن حضري يا كابتن.
اسمعوني يا اولاد، الازمه القلبيه لها اسباب كتيره ومتعدده، وهنتعرف على واحد منها من المريض اللي قدامنا ده. تقدر تقول لي ايه اسباب الازمه القلبيه اللي جات لك يا مريض؟ انت هو في غيرها يا باشمهندس؟ السحر المستدير، الكوره، عجبك اللي حصل للاهلي في نهائي كاس افريقيا؟ الاهلي يخسر وفوز جمهوره في استاد القاهره، ليه؟ ليه اللعيبه يلعبوا كره فوق العارضه؟ ليه تامر حسني يشوط الكره فوق العارضه؟ ليه؟ اسمه اسامه حسني. اسامه ولا تامر، كلها اسماء بتاعه ربنا. كنا خلاص قاب قوسين او ادنى للحصول على كاس افريقيا لتالت مره على التوازي، لولا الحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. اهو انتوا كده يا اهلاويه، اول ما تخسروا تقولوا الحكام، مع انكم عمركم ما خدتوا بطوله غير بالحكام. ايه ده؟ انا اشتم الاهلي ادي عليه، انا ما بحبش حد يقول عليه امين. يا عم انا مش مرتاح لك ساعه ما دخلت. ترتاح ليه؟ حاسس ان من الاعداء ده بلطه ابيض بخدت الحم. هات الكلوكوز افتحه بيه. طب طعم مين يا جدع انت؟ افتحه بالكلوكوز. انت في اتنين بس يا جدع انت. خليني تشرب يا عم. يا عم اوعى يا عم. ايه؟ اوعى. مش لازمه استنى بقول يا عم. اوعى استنى يا بني ادم. حصل ما ينفعش يا بابا اللي انت بتعمله يا كابتن. ما انت شايف هو بيعمل ايه؟ كابتن اوعى يا كابتن. ايه يا عم في ايه؟ رصيته ولا يا عم؟ ايه في ايه؟ هو انتوا بتاخدوا بطولات غير بالحكام؟ يموت في ايدك ده، انتوا على طول دفيعه. يا جدعان انتوا مكتفوني عشان يضربني. استنى يا حسن. معلش اتفضلوا خشوا جوه. ما هو يا دكتور هو اللي غلط. قلت خشوا جوه. كلام فارغ. أنا آسف يا دكتور على اللي حصل، ما كانش قصدي والله. ولا يهمك يا أبو علي، هو السبب، هو اللي لعب في عداد عمره. بص بقى يا أبو علي، أنا طالب منك خدمة بس توب سيكريت. عينيا، ده أنت تؤمر يا دكتور. طالب كارت توصية من والدك الكابتن شحاتة باشا، ربنا يا رب يطول لنا في عمره ويديه الصحة عشان أدخل بيه ابن المدرسة. مدرسة إيه؟ مدرسة الكورة بتاعت الزمالك. والنبي ايوه، حلم عمري يا ابو علي ان الواد يطلع لعيب كورة مشهور، والاندية بقى تقعد تبيع وتشتري فيه، واحنا نتنك عليهم ويعوضنا عن ايام الشقة اللي احنا شايفينها دي. ثانية وحدك. والنبي رزقك في رجليك اخو. الله اكبر. دكتور تسمح لي بقى اخش اضربه تاني؟ خش 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 عليك. بص لفوق واوعى الفحت، ده الاهلي فوق مش تحت. بص لفوق واوعى الفحت، ده الاهلي فوق مش تحت. اهلي اهلي. بس يا جماعه بس يا وليه منك ليها. اقعد يا وليه. شوفي يا كوتش منك ليها، كلنا لازم نبص لمستقبل نادينا، نادي القرن، النادي الأهلي، لأن مستقبل أي نادي بيعتمد على جماهيره. اسم الله. وهو النادي الأهلي ناقص جماهير يا أم بيبو؟ أيوة يا أم ميمو، طبعاً ناقص جماهير. أطفال اليوم هم مشجعين المستقبل. والأطفال دول هنجيبهم منين يا أختي؟ يا أختي من أطفال الشوارع، دول مليين الدنيا، دول أكتر من الهم على القلب. إيش متشردين وإيش متسولين وإيش جربانين. أيوة هم دول اللي أنا قصدي عليهم. إيه الجربانين؟ يعني أنا قصدي على الأطفال دول. هنجمعهم كلهم في دار متكاملة، هنعلمهم ونجيب لهم أكل وشرب ولبس ولعب، ولما يسألونا الأطفال الحلوين دول مين اللي جابوا لنا الحاجات الحلوة دي، هنرد كلنا في نفس واحد ونقول لهم النادي الأهلي للألعاب الرياضية. ويا أهلي يا مهنين هم يا حنين يا مأكلو. يا أهلي يا مهنين هم يا حنين يا مأكلو. زمالك 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 سايلنت سايلنت يا مشجعات نادي الزمالك. بصوا يا ستات بقى، على رأي المثل الكروي ما بيقول اللي يتخض